الدفان وبعد بكره يومي تلات يومي تلات معاد حبيبي معاد حبيبي. تعال شوف لهون، تعال شوف وين فايتك طمغم على المطبخ وين اللي شو؟ خير يا ابي بدك شي؟ شو هذا اللي حامله بايدها؟ امي وصلتني عنية زيت كاز. هلا شو بدها امك؟ شو بدها امك بزيت كاز من وش الصبح؟ شو بدها يعني؟ شو بيعرفني؟ لك يخرب عقلها هالمرة شو مبحترة؟ من وش الصبح بتفز على صرف المصاري؟ ما بتقدر ما بتقدر تنعل بتمرض إذا مرق شي صباح وما صرفت فيه مصاري. لا غطي القنينة أنت تاني، غطي القنينة بيطيها زيت كاز حقه مصاري مو ببلاش. بشو بدي غطيها؟ بشو بدك تغطيها؟ اقعد على المطبخ ابام، اقعد على المطبخ وغطي القنينه بشي القنينه ابام. ولا وينك؟ انت الك اصبع مثلنا ولا ما لك اصبع؟ الك اصبع تحاشي اصبعتك بتم القنينه بيطيها زيت كاز حضر حقه مصاري تطلع. حاضر. عظيم ما شاء الله عليك، شو موجب ومؤدب. حاضر. ابو عبيد يا ابو عبيد لك عندي فطور. ايه جيت. ابي سديها قوام احسن ما يطير الزيت كازات. هات لشوف هات. حكم اذا طار منها شوي بيطير عقل ابوك. منين جبتها انت؟ من عند ابو قاسم. لك ام رامز وين الفطور؟ شو صار في؟ طلع عجزاني شعب. ايه يلا يلا جاي. ليش هيك انت باجوقك عريض؟ خود امي خود. ودي السفرة وأنا بلحقك بالحليبات. روح لشوف أمي روح. الله يرضى عليك. صرت آكل تنتين. بتتدبر معك امي، دبرها خود. يسلم ماما. ماما؟ شو هي ماما؟ طول عمرك بتقلي يا ماما. هيك علموكم بالمدارس تقبرني؟ لك شو ما عندك مدرسة انت اليوم؟ ما عندي. قوم تطلع على مدرستك. حاجتك اكل عرق السقف. يو اسمعوا على سمعة، خلي الصبي ياكله لقمتين قبل ما يروح. مالك شايفني شلون ذهنه مطمس من كتر الاكل؟ اترك البطيخة، اترك البطيخة من ايدك توسع على مدرسة خلصنا بقى. أنو بطيخة؟ قصدي بيضة. أنو بيضة؟ هي ها؟ يا عم بلبو حدا بياكل بيضة بلقمة وحدة؟ بتعرفوا قديش كرتونة البيض حقها اليوم يا سيد رامز؟ يو، شو بعرفه؟ معلومة بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان أكل البيضة بلقمة وحدة. ليكو التاني ليكو، يعني إذا أكلها بلقمتين بيرخص حقها؟ بدكم شي؟ أنا رايح على المدرسة. استنى لشو؟ الموجه بعت لي خبر حتى أروح لعنده على المدرسة، بتعرف شو بده مني؟ بجوز بده يتشكرك لأنك خلفتني. تقبر قلبي شو مهضوم يا رامز، ليكون بده يعطيه شي مرحة. أي مرحة بمرحة، هذا وشو مش مرحة؟ قوم تيسر على مدرستك، قوم بعد شوي أنا بلحقك، قوم يلا خلصني. خاطركم. الله معك. الله معك تقبرني. أخذ بيضة ثانية. ماشي خلاص. رخو الحليب رخو. خلطي مي شي انت؟ ايه ما مدت ايدي عليه، غليته مثل ما هو. مغشوش حليب مغشوش. لك 100 مره انا قلت لي غيري الدكنجي غيري الدكنجي غيري الدكنجي، ما كنت تغيري هيك مخك انت لامك ما بدك. صرت مغير 20 دكنجي كله اضرب من بعضه. صرنا باخر وقت يا عم رامز، صرنا باخر وقت ما في كلام منه. شو عرفك؟ مبينه من هالغش اللي حوالينا. فصاع ما عاد حدا استحى ولا عاد حدا ارتدع، وصار الغش حولنا وحوالينا فوقنا وتحتنا. ولك الحليب واللبن عم يكسروهم بالمي، عم يكسروهم. زيت الزيتون عم يخلطوه بزيت الي. ما
لكن بنزين لا تروحي بعيد ام رامز، البنزين عم يخلطوا زيت كاز، والزيت كاز والمصب نص مي، البن مخلوط بقضامه محمصه، الزعتر كله خبز، يابس ومطحون كمان، لكن بدنا دوره بدنا دوره بدنا دوره، عم يعطوها هرمونات حتى تكبر، والفراريج عم يدقوها ابر مي ليزيد وزنها، والبطيخ هلا رح تفتح لي نفس الموشح تبع كل يوم، يعني نحن شو طالع بايدنا نعمل اه؟ فعلا يا ام رامز فعلا ما بيطلع بايدنا نعمل شيء، لكن بايام زمان كان الغشاش يضربطوه بنص السوق وتمرق هالناس وتبزق عليه، الا كان الغشاش الله ما بيحبه بعد اسمه ولازم يتعاقب وينردع. عم اقول لك لك انا عم اقول لك حلاوه ما لاخي والله ما لاخي إيه لك 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 حلاوه شاميه إيه لك معمل سعاده اخي يهودي عنا إيه لك شرش حلاوه شرش حلاوه اصلي وطحينه ملوكيه اي والله إيه لك اخي هي غلطتك انت لك غلطتي انت تقسى شيء ما تقسى إيه راح تحكم لما بتدوقها انا راح ابعث لك عيني محفوظه ايه واكيد راح تدعي لي وينك ابو عبدو الله يرضى عليك بكي بتبعتي محفوظي هالألف ليرة هي اللي بقيت مع حساب الجمعية الماضية؟ ايه بحساب عمي بعد يومين؟ ايه مو مشكلة بعد يومين يومين يعني ايه قالينا ابو عبدو والله معك مع سلامة يا فوزي وين يا فوزي؟ نعم معلم شو عم تسوي شو انت؟ عم باجي العجنة معلم اترك كل شيء ميلك تعال هون اوامي اوام تعال هون حاضر مر معلم تاخذ لي هالعينه من هالطبقه جديده لابو عبد العربيني ابو عبد العربيني ايه 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 جارنا عرفنا حلو ايه ايه بعرفه بعرفه معلم ايه روح متى طي طايره هوا على رأيك توصل له الطبقه هي وترجع لا تروح هيك وهيك روح هيك وهيك لانه انت حاضر معلم كمان حاضر هوا بلا تعيق ابو عبد العربيني ابو عبد العربيني اهلين رامي السلام عليكم عليكم السلام لك شو مساوي انت؟ انت شو مساوي انت يا؟ شو مساوي؟ ما مساوي شيء؟ ما مساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت على المدرسة رحت على المدرسة تاعك وشفت الموجه، بتعرف الموجه شو قالني بتعرف؟ من وين بتعرف؟ طبعا ما بتعرف، كلكم خشمة لما 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 بتقعوا بالذنب. كمشوك كمش اليد وبالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكرة. الله وكيلك ما دخلني، رفيق اللي قدامي اللي حش الراشيتا من تحت المقعد. وعلى فرض وعلى فرض انه هو اللي حش لك الراشيتا. انت انت ليش لحتى تفتحها؟ ما بدي اعرف شو فيها ولك انا قلي 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 شو بتكره بالدنيا؟ بهالدنيا كلها شو بتكره انت بابا؟ بقول لك الغش والغشاشين يا اخي ما بحبهم ما بحبهم وعم بدعي لربي ليل نهار ينجينا من الغش والغشاشين يخرب بيتك الله وكيلك يا يابي والله اساتذه كلهم متحططين علي وعم ينطروني على وحده متحططين عليه؟ اساتذه 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 لا لا هلا ملا وغيرك يتحططوا عليه حطوا حطامك الهي قدامك قدامك حطوه يا فوزي تعال لك يا هون تعال خير معلم خذ الحبله واربط لي الغشاش جوا على المعجنه على المعجنه اربطه خير ان شاء الله شو عامل شو عامل عم يغش بالامتحان بسيطه بسيطه معلم انا بتشفع له المره لا شو بتشفع له خلاص بالله قسما بالله بربطك جنبه انت الثاني ها لا 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 دخيلك يا معلم امشي اوعى فوزي ها تندم عم اقول لك اوعى امشي اشرف رمز افندي شرف لا يا فوزي لك وين الصحبه لك اعطيني هالمحروستين لك شو لا تقص لا تقص الحبله لا تقص بعدين بقول له لابي انك عم تاكل كل يوم كيلو حلاوي ها والله شو عم تعمل؟ عود حبيبي عود عود على الكرسي كلكم علي ما ناوني حتى انت يا فوزي لك عن جد والله كان عن مزاج انا برجيك وعد فوزي وعد ها وعد فكه قسم بالله العظيم قسم بالله العظيم يعني فكه فكرات برا لا تفكها حاضر معلم حاضر شو هالظلم هاد يا؟ شو انا اول واحد بغش بالامتحان؟ ام رامز ام رامز نعم شو نمتي؟ ايه نمت قومي لكان الله يرضى عليكي نطي على المطبخ جيبي لي كاسة مي يو عم بقول لك انا نايمة لك شلون نايمة؟ شلون نايمة وعم تحكي معي لكا؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحدة بتحكي وهي نايمة؟ أنا عم بحكي وأنا نايمة هلا رح تقومي على المطبخ ولا شلون؟ لا مالي قايمة وليش بقى مالك قايمة؟
لاني انا زعلانه، زعلانه على ابني اللي حش لي اياه بالمعمل دون شفقه ولا رحمه. شلون لك قلت تتركه هنيك؟ شلون يا لطيف يا لطيف، شو قلبك قاسي؟ بيستاهل لانه غشاش. اذا كان وانا اكره شيء عليه بالدنيا، شو اكره شيء عليه بالدنيا؟ الغش والغشاشي. بكرهن بكرهن الغشاشي. انا بخليه يتربى من صغره احسن له. هلا لانه تنقل له كلمتين بالمذاكره صار مجرم وغشاش. هلا هيك انا هيك اخته؟ انت اخته لمرائي؟ لا ماني اخت مرائك. اذا هيك تفضل لحالك، روح على المطبخ اشرب لكان. ايه بقوم. ليش رح ما اقوم؟ يعني شو رح تصير يعني؟ رح تطلع لي الغوله بالمطبخ؟ الحمد لله يلي مالي مكرسة حدادي اعرج، بس تضرب حاجة الرجال للمرة تضرب ما بشعة. يا عم هذا وسطى النظرة تعمل لي ما بتهيأ، والله العظيم انا مش بحاجة. ابعد توصل لك شوف. اخوي بس تطوع زماني بدنا نتوع. اخوي حاطط مساكن هوني. ابرامس 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 دخيلك الحقيني يا ابرامس. ابرامس دخيلك الحقيني. ابرامس الحقيني يا ابرامس. يا ابرامس يا ابرامس دخيلك يا ابرامس. تبريني الحقيني. نار سيخ نار مفاتح حلقي. لا شو شربت انت؟ شو شربت؟ لا حدا يدحني، لا تدحيني منوب. لا حدا يدحى؟ ليش مين في غيري بالبيت؟ ابنك محبوس بالمعمل الله يعينه. لك قلي شو شربت؟ شو شربت؟ زيت كاز. شو بدي اشرب يعني؟ طبعت لي حمى على هالنزوة. انا الحقيقي كاز على الطاولة بالمطبخ بالنهار وهي على قلبي. يا ابو رامز الله يخليك دخيلك، سامحني يا ابو رامز. سامحك دبريني بعدين بسامحك. يلا رح اركض جيب الاسعاف. انا وعد كل شيء للاسعاف. وعد ها لا حدا يطلب لي سيارة الاسعاف. بموت دغري اذا شوف سيارة الاسعاف. لا حدا يصرفني منوب. مين الحدا؟ ليش في غيري وغيرك هون؟ الله يعينه ابنك ملحوش بالمعمل لحاله ولي على قلبي ان شاء الله. ابو رامز ولا طربت دياتي، شو بدي اعمل؟ اركدي على راس حالك. فيق الدكتور كمال وجيبي له هون وامي. الدكتور كمال مسافر برات البلد. راح اموت يا ابو رامز. لساتك واقفه هون؟ ابو رامز دخيلك دبريني. ابو رامز يا ربي شو بدي اعمل؟ لو كان ابننا رامز هون كان نقلنا 100 حل. لك قومي اركدي على شي صيدليه وجيبي لي شي دواء. يا مصاريني حاسس وين راح يتقطعوا. طيب وشلون بدي روح لحالي بنصاص ليالي على الصيدليات؟ مين رح يخطفك يعني؟ خلصيني رح اموت. يلا رح احط شي وقع على بدني واركض. ها برامز اذا رجعتي من برا بلقيتيني مسلمه. بعيد الشر عنك، شو هالحكي هاد؟ اسمعي شو عم اقول لك. اذا رجعتي ولقيتيني نافخه بتاخذي من ابو عبد العربيني 1000 ليره بقياني اللي معه فرق حساب، وبتاخذي من ابو معروف 2300 ليره حلاوه. فهمتي؟ يا عالم يا عالم يا ناس شوفوا انا بشو هو بشو. يعطيك العافيه يا اخي، دخينك الحقني. جوزي شرب زيت الكاس بدل المي ومعدته عم تفور وتغلي. يعني شو بتريدي؟ شو بتحبي نعطيه؟ بدي تعطيني دواء مشان ما يتسمم بزيت الكاز. وليش ما اسعفتيه يا اختي؟ ما رضي يا اخي ما رضي. جوزي من زمور الاسعاف بغوطين ومن شافة السياره تبع الاسعاف بصفرين. ماشي الحال، طولي بالك شوي. يا اخي الله يخليك عجل شوي، شو عم تقرا هلا؟ طولي بالك، انت نسياني اني انا صيدلي مو دكتور، ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخذ. الله يجزيك الخير، بس عجل شوي يا اخي الله يخليك. تاركته عم يبحث بالاراضي ويفرك من معدته ومصارينه على ولد. معدتي مصاريني. الو مرحبا، يعطيك العافية دكتور. بدي اسألك سؤال الله يخليك، هلا إذا واحد شرب زيت كاس شو لازم نعطاه؟ ايه ايوه شو هالحكي؟ ايوه لا لانه انا كنت بدي اعطيه مقيئ.
طيب طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية يا أهلي. طمني الله يخليك. شو قال؟ عم بيقول إنه ما في ضرورة للمقيئ، لو أعطيناه كان ضربة الرئة. شو كان لازم نعطيه لك؟ ما في داعي ابدا، اذا ما صار معه مضاعفات ما في داعي لاي شيء، زيت الكاز بينظف المعده وبيقتل الدود، معه دود شيء. ايه شو بعرفني؟ شو انا قاعد بمعدته؟ شايفتك قاعد. ليش حتى ما اقعد؟ ليش يعني لازم ضل واقف يعني؟ لا يعني ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، شو بده يصير لي يعني؟ والزيت كاس اللي شربته؟ ما اثر فيني. دخلك انت منين شريتيها هي قنينة الزيت كاس؟ هلا لشو السؤال هذا؟ منين بدي اشتري الزيت كاس يعني؟ من عند ابو قاسم؟ انا بورجيه لهالغشاش ابو قاسم. بتعرفي ليش ما صار لي شيء بعد ما كرعت نص قنينة الزيت كاس؟ ليش ما صار لك شيء؟ لانه مغشوشه نص مي، بس هيك حكمه الله. الله بعد اسمه بده يكشفه للغشاش. انا بورجيك يا ابو قاسم، اذا بكره ما جبت له تموين والصحه ولجنه مكافحه الغش وخرفت له بيته بنكون اسمي ابو عابد. صباح الخير. الو خيرات. بسيطه، حسابك عندي. لك انا شو دخلني؟ اذا المعلم هيك بده. هلا صار ما دخلك ما؟ بسيطة. إذا ما بفسد عليك لأبي إنك كل يوم عم تاكل كيلو حلاوي، ما بيكون اسمي رامز. يعني رح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما؟ ضميري ما طاوعني. مين هاد؟ يلا رامز، يلا. يلا على مدرستك أكيد، وحاجة بربدة بقى، ويا ويلك إذا خشيت مرة ثانية، يا ويلك. ماشي حالك. بسيطة. بخليه ينفعك. ايه مين هو؟ ضميرك حكيت لي عنه قبل شوي. والله معك، مع السلامة يا فوزي. نعم معلمي. تعال هون لجو، تعال عود قدامي. خير معلم. لك آخ 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 يا فوزي، شو لك شو الدنيا هي؟ الناس صايرة مجبولة بالغش جبل. بتصدق اني امبارح بالذات امبارح شربت نص قنينة زيت كاز وما صار لي شيء؟ شو هالحكي؟ ما صار لي شيء، عم بقول لك مغشوشة طلعت مغشوشة، عجبك على الحكي؟ معقول ما صار لك شيء؟ لك مثل ما عم لك ما صار لي شيء؟ لكن قدامك انا اخ، بس الواحد بهالدنيا ما عاد يأمن لشيء بنوب. انا بعرف حسابي معك يا ابو قاسم، بعرفه. بسيطة معلم، بسيطة، المهم الحمد لله على سلامتك. ايه سيدي، شو بدك تفطرنا اليوم؟ شو رايك معلمي بمناقيش زعتر مع برات شاي؟ لا لا ما بدي مناقيش بزعتر، انا مناقيش بزعتر. الزيت اللي عم حطوه مع الزعتر مو مزبوط، مغشوش، عم تصيبني حرقه منه معدتي. ايه طيب، شو رايك بصحن فول مرتب مع رغيفين مشروحين وبصلتين تازه؟ لكن المشكله انه اللي عم يحطوا للفول عم يحطوا له مبيض مشان يفتح لونه، وكربونا حتى يستوي بسرعة، وملح الليمون بدل الليمون، وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي. بقى شلون بدي أمن آكل صحن فول من السوق؟ ما بأمن. مزبوط طبعاً معلمي، ما بيتأمن. معناته معلم ما لنا غير نعمل شوية شرحات ونحطه على رغيفين عجين بهالفرن. لا سيدي لا، ما بدي لحم شرحات. شو لحم شرحات انت تعني؟ ما بدي لحم شرحات. تعرف ليش؟ لانه اللحم اللي بالسوق كله لحم بيلا واناتي. شو بدي امي باب؟ ابصر شو عم يحطوا كمان معه، ابصر. طيب معناته هلا شو بدك تفطر معلمي؟ شو بدي افطر؟ والله احسن شيء افطر حلاوي. حلاوي؟ ايه حلاوي. ليش مستغرب كل هالقد يعني؟ لا لا والله ماني مستغرب معلمي. اصبح اليوم حط لك صحن حلاوي مرتب من الطبخه الجديده. عود بقضى وين رايح؟ نط اوام لعند ابو محدين جيب لي علبة من عنده. شو ما سمعت لسا؟ لا 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 سمعت معلمي سمعت. إيه اسمع، قول اطلع لبرا جيب لك حلاوي، ونحن عنا معمل حلاوي جوا. طب شو بدك يا شغلة انت؟ انت 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 شو بدك يا شغلة؟ اعمل لي القرن بعمل لك اوام اوام. حاضر معلمي. اشو مجنون انا حتى اكل من الحلاوي تبعي؟ شغل معملي ما جنيت لسا.